بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. بصلوات صاحب القداسة والغبطة، البابا المعظم الأنبا شنود الثالث، ومراجعة نيافة الحبر الجليل الأنبا موسى أسقف الشباب، يسر كنيسة ماري جرجس والأنبا إبراهام بمصر الجديدة أن تقدم فيلم الأرشدياكن حبيب جرجس، سيناريو وحوار دكتور نبيل راغب، المادة العلمية نشأة زقلمة، إخراج ماجد توفيق. إيه اللي أخرك كده يا جرجس أفندي؟ كنت في القداس، حد أنت ناسي؟ لا مش ناسي، بس القداس خلص من نص ساعة، الرئيس بيدور عليك ومتنرفز على الآخر. ما أكدبش عليك يا شكرا أفندي، أنت مش غريب. ابني الصغير حبيب لازمته جامد، وصغرت عليه بقالها كذا شهر، العيد داخل علينا، قلت اعدي بعد الكنيسه اجيب له واحده. اصل جبت كل الولاد ما عدا هو، وهو صغير ومن يفرح زي الولاد. ما كانش وقته يا جرجس افندي، ده انت ولادك دلوقتي محتاجين لكل مليم، ده كفايه الديون المتلتله اللي عليه. يا سيدي الشهر الجاي ناخد المرتب ونسد بيه كل الديون. صحيح المرتب قليل، بس اكيد ربنا هيدبرها. مرتب ايه؟ ما انت ما ادريتش باللي حصل. ايه يا جرجس افندي؟ ايه اللي اخرك؟ انت فاكر نفسك شغال في طابونه؟ سامحني يا فندم، مش هكرر ده تاني لو سمحت. معلش يا فندم، النهارده الحد وجرجس افندي كان في الكنيسه. الشغل ملوش علاقه بالكلام اللي بتقوله ده. هو على العموم الكلام ما عادش يجي منه. اسمع يا فندي، جهز دفاتر عهدتك عشان تسلمها. لو سمحت يا فندم، هترفدني بعد 15 سنة خدمة للمصلحة عشان نص ساعة تأخير؟ هتفيدك ايه انت؟ انت اتحلت على المعاش يا جرجس افندي. ما هو ده اللي بحاول افهمهولك من الصبح. الخديوي اسماعيل اصدر فرمان بإلغاء مصلحة منع الرق، وكلنا اتحلنا على المعاش. بعد خدمة السنين دي كلها ترمي في الشارع. كان عليا انا مش مهم، لكن الولاد عيالي هيعيشوا ازاي؟ يا رب انت عالم بالحال، تكون مشيئتك. سكرانين في عز الظهر وماشيين يبرطعوا في البلد، ولا همهم اللي بيحصل فيها. مصر اللي عاش فيها المسيح والست العذراء تبقى مخول لشويه عساكر انجليز. إصحاح 18 العدد الأول مكتوب إيه؟ وقال لهم أيضا مثلا في أنه ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل. ولا يمل؟ يعني إيه يوم؟ بس يا ولاد لعبوا مع بعض. بص يا حبيبي، يعني إحنا لازم نصلي ليل نهار، نطلب من ربنا كل اللي إحنا محتاجين، حتى لو ربنا اتأخر علينا شوية لازم نصلي من غير ما نمل ولا نزهق، لأنه قدام إصرارنا لازم هيستجب لنا. يعني أنا لو طلبت من ربنا ليل نهار إن أبويا يجيب لي جزمة جديدة هيجيب لي الجزمة؟ أيوة حبيبي، لما تصلي ربنا أطلب منه يبعت لأبوك فلوس كتير وهو هيجيب لك الجزمة. ابعت فلوس لابويا عشان يجيب لي الجزمه. جرجس مالك يا اخويا؟ في ايه؟
سلام. طيب يا حبيبي. مالك يابا؟ في ايه؟ سلامتك يابا، في ايه؟ مفيش، كل حاجة كويسة. تعالي يا مولاي. حاضر. اقعدوا يا ولاد، كملوا اقعدوا. الله، شكرا يا بابا. ايه ده؟ دي الجزمة مقطوعة. يا رب خفف ابويا وبعت له فلوس كمان عشان يجيب لي جزمة تانية مش مقطوعة. امين. يا جرجس نام انت مول. هو انت لسه زعلان من اللي حصل الصبح؟ يا اخويا ان كان على الشغل ربنا ان شاء الله هيبعت اللي احسن منه، وان كان على العساكر الانجليز طول عمرهم بيعملوا كده. لا انت اول ولا اخر واحد. حاسس ان انا مكسور يا ام غالي. لا يا اخويا، لا 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 يا جرجس، سلامتك يا اخويا، اوعى تقهر روحك، احنا ملناش غيرك، احنا ولادك. ولاد فين؟ ناموا من بدري. مش عارف ليه حاسس انهم وحشيني قوي. انا راح اطلع عليهم. مساء الخير يابا. مساء الخير على عيونك يا حبيبي. انت جاي عايز تقول حاجة يابا؟ ابدا يا حبيبي، كنت عايز اطمن عليكم. صليت قبل ما تنام؟ صليت وقريت الكتاب المقدس. شاطر يا حبيبي. اوعاك في يوم ما تصليش يا حبيبي. الصلاة دي الصلة اللي بيننا وبين ربنا. لو في يوم ما صليتش تنقطع الصلة دي. احنا يا ابني ملناش غيره في الدنيا. لما تدخل في تجربة صعبة اعرف ان في بركة كبيرة ما تطلبش انها تنشال، لكن اطلب من ربنا يديك القدرة على الاحتمال. لأن ساعات التجربة بتبقى قوية قوي وفوق احتمالنا. عارف يابا، انت قلت لي الكلام ده قبل كده. طيب كويس انك فاكر. نام نام يا حبيبي. حبيب، انت سمعت عن احمد عرابي؟ مش ده بتاع الثوار؟ لا، بتاع مصر كلها. وقف ضد الاحتلال عشان مصر، وقف وراه كل الوطنيين الاقباط والمسلمين. عارف واحد اسمه تدرس شنودة من قبادي، بيشتغل عامل وابورات باسيوط. امر كل الوابورات ينقلوا العساكر والمهمات من اسيوط للقاهره عشان الثورة، عشان مصر. وحش حاجة في الدنيا للواحد يبقى محتل. المحتل ده يتحكم في مصيره. وحش حاجة في الدنيا للواحد يحس انه غريب في بلده.
مصر. ميدان اتاخد منه حق بلده مصر. انا عارف انك مش هتفهم كلامي ده دلوقتي، لكن لازم تفهمه. تصبح على خير يا حبيب. صح، انا مش فاهم حاجه. الأيام بتجري بسرعة أوي يا كامل. أيوة بتجري، بس قولي إيه الشياكة دي كلها يا حبيب الكل؟ أصل النهاردة جاي المدرسة ضيف مهم أوي، فين الطربوش؟ يا سيدي وأنت مالك؟ أنت مجرد طالب، يعني على كده أي ضيف هيجي المدرسة هتتشيك له؟ لا ده مش أي ضيف، ده يوحنا بيه بخوم. ودي مش أي زيارة، ده جاي النهارده مخصوص عشان يختار 12 طالب بس من مدرسة الأقباط كلها عشان يلتحقوا بالمدرسة الإكليريكية، يعني حلم حياتي، حلم حياتي، فاهم؟ وهم هيلاقوا أحسن منك فين بس؟ ده أنت يا ابني ما بتسيبش الكتاب المقدس من إيدك. الفضل في ده يرجع لأم حبيب وأبويا الله يرحمه. من يوم ما خرجت للدنيا هما بيعلموني قيمة الكتاب المقدس. وبعد ما مات أبويا كانت تسهر جنبي تقرالي فيه.
حتى لو كنت مش فاهم اللي بتقوله، لكن كنت بحس إيمانها وحبها لكل كلمة فيه. عشان كده أنا نفسي أنجح في امتحان النهاردة، عشان في الحقيقة ياما ده امتحان لمجهودك انت السنين اللي فاتت دي كلها. بس بقى يا واد لحسن هعيط. طيب صلي لي ياما، صلي لي كتير. صلوات العذراء شفاتك والقديسين تكون معاك يا حبيب، يا حبيب قلبي. سلام. سلام يا حبيب. النهاردة يوم الامتحان حين يكرم المرأة ويهان. مين عارف يا اسحاق، يمكن يوحنا بيك بخوم ما يجيش النهاردة. ما يجيش ازاي بس؟ ده الناظر بنفسه منبه علينا الاسبوع اللي فات ان احنا نلبس احسن ما عندنا عشان النهاردة. اكيد هيجي، بس ممكن نقابلنا يطلع على شونة. لتكن ارادة الله، كل شيء باذنه. يا بختك يا عم، متبحر متبحر في قراءة الكتاب المقدس وتاريخ الكنيسة وطقوسها واسرارها. طبعا لازم تبقى مطمن. مش عليك، انا فعلا قلقان قوي. انت كنت اول واحد تنال شرف رتبه الشمسيه وانت لسه تلميذ معانا هنا، واحسن واحد اتقن الالحان الكنسيه. يا اخوانا انا اخر واحد يتقال عليه الكلام ده، صدقوني. طول عمرك قمه في التواضع يا حبيب. يا جماعه كفايه محاربات بقى، انا عايز يا حمد يوصل. اتاخرت عليكم ابنائي الطلاب. سلام لكم. نعمة ربنا يسوع المسيح تكون معكم. بعد فحص دقيق لكل أسماء الشبان المقدمة إلينا من كافة أنحاء مصر المحروسة للانضمام للمدرسة الإكليريكية في بداية تكوينها، تبين أن مدرسة الأقباط الكبرى تقدمت بترشيح أفضل العناصر المناسبة، وبناء عليه تم اختيار 12 طالب من طلاب مدرسة الأقباط الكبرى بمصر المحروسة لينضموا إلى الدفعة الأولى للمدرسة الإكليريكية لتخريج راعي مؤهل علميا ولاهوتيا. وأسماء الاثناشر هم حبيب جرجس، إسحاق جرجس، جيد شنودة، رزق حلمة، لا يا حبيبتي تعالي. عايزاك تحللي سؤال التاريخ ده عشان صعب قوي. وريني يا ستي. بنات أهرام الجيزة من أشهر الملوك إلى أي الأسر ينتموا؟ إلى أي الأسر شوف يا ستي، خوفو وخفرع ومنقرع بينتموا للأسرة الرابعة، وعايزك تعرفي ان الاسر الفرعونيه كلها بدات بعد مينا موحد القطرين. ها، اي اسئله تانية بقى؟ انت ازاي بتعرف كل الحاجات دي؟ عشان المعرفه يا مرسى ما بتتجزقش. اولاد ربنا بالذات لازم يكون عندهم علم في كل حاجه، لان العلم ده زي ما بيبني في عقلهم هو برضو بيبني في روحهم وايمانهم. عندك مثلا موضوع الاهرامات اللي كنا بنتكلم فيه ده، عارفه انا كل ما اشوف الاهرامات افتكر الديانه المسيحيه. انت كل حاجه يا حبيبتي تحولها كده لدروس الدين حتى التاريخ. اصبري بس، اصبري عليا، انت على طول بسمعه من لسانك. ايه السبب اللي خلى الاهرامات اللي اتبنت من الاف السنين دي قاعده لغايه النهارده بتنطح الزمن؟ مش هو حسن الاساس ومتانه وقوه البنى؟ وده نفس السبب اللي خلى المسيحيه مستمره لغايه النهارده وهتفضل. كلامك حلو قوي يا حبيب، بس هما ليه ما بيدوناش دروس دين في المدرسة؟ ده نفس السؤال اللي بسأله نفسي من زمان ومسيرة لإيه الإجابة؟ بيرمز الصليب في المسيحية إلى الألم، والصلبان الثلاثة بترمز إلى ثلاث حالات: صليب رب المجد يسوع المسيح، وبيرمز للألم من أجل البر. أما الصليبان الآخران فيشيران إلى الألم بسبب الخطية كعقوبة، كعقوبة. وينقسم الصليبان الآخران إلى نوعين:
نوعي يتألم بسبب خطاياه، لكنه يتوب ويرجع. والنوع الثاني يتألم أيضا بسبب خطاياه، لكنه يتذمر ويشكو ويصرخ ويموت بخطاياه. عشان كده احنا بنلاقي في المسيحية الصليب. أستاذي أستاذي السلام ونعمة يا أستاذي. سلام يا حبيبي يا ابني، تعال. أهلا 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 يا حبيبي. أهلا يا عوض، تفضلوا عضو. احنا قلنا نيجي نطمن على حضرتك ونرجو ان احنا ما نسببلكش اي ازعاج. ازعاج ايه بقى؟ دي فرحة الاب لما يشوف ولاده بالدنيا كلها. وبعدين اوعوا تكونوا سبتوا المحاضرات والدروس بتاعتكم. لا طبعا، بس ده معاد محاضرتك انت. احنا قلنا نيجي ناخد المحاضرة في بيتك. عندي انا؟ يا اهلا وسهلا. خلاص انا حسيت ان انا خفيت اهو. ربنا يجعلك منارة لينا دايما. ايه؟ تشربوا ايه بقى؟ احنا جايين نشرب اجمل شربات دقناه في حياتنا. دقتوه عندي؟ قول لي عليه وانا جبول. يا ابونا عوض يقصد بالشربات دوت هو كلامك، علمك اللي ما بنشبعش منه ابدا. احنا ما بنجيبش حاجه من عندنا يا حبيبي، دي موهبه الروح القدس، لازم نصونها ونحافظ عليها. الحقيقه يا ابونا انا كنت فاكر ان المدرسه الاكليريكيه تاريخها ابتدى من دفعتنا احنا، لكن اكتشفت بعد كده ان تاريخها ابتدى قبلنا بسنين. ما هنتوا فعلا هتعتبروا الدفعه الاولى اللي تتخرج من المدرسه الاكليريكيه. هو قبل كده المدرسه الاكليريكيه انشئت في 13 يناير 1875 وقداسه البابا كرولوس الخامس عهد الي بادارتها، وكان كل الطلبه بتوع المدرسه من رهبان الاديره، لكن ما كانش فيه عدد كبير، وكانوا مشتتين بين الدراسة في المدرسة وبين الدير. علشان كده المدرسة ما استمرتش كتير، هما شهرين ثلاثة وبعدين اتقفلت. يعني انتوا تعتبروا فعلا الدفعة الأولى. ربنا يدينا طولة العمر عشان نخرجكم ونفرح بيكم. ربنا خلي قدسك لينا يا ابونا. احنا أملنا كبير في ربنا وفي الدفعة بتاعتكم يا حبيب، واللي نفسنا فعلا انكم تحققوه انكم تحولوا الوعظ والتعليم الى علم وتفسير ومعرفة وتنوير، مش مجرد نصايح وارشادات. كل ما افتكر ان انا قربت اتخرج خلاص وهوعظ قدام شعب انا بترعب. وليه تستنى لما تتخرج؟ عشان تاخد الرخصة يعني وتهرب من الرعب ده؟ وعلى ايه؟ ما تبتدي من دلوقت. تقصد ايه يا استاذي؟ بص يا حبيب، انا قريت الابحاث بتاعتك اللي انت قدمتها لي اول امبارح، واقدر اقول لك كده بصراحة انت مفروز من بطن امك للوعظ والارشاد، وعندك قدرة على التفسير والتنوير، وانا من رأيي انك تجهز نفسك. اسمع، انا خلاص صحتي ما بقتش مساعداني، من بكرة يا حبيب هتدرس مادة الدين للفصول الأولى بدالي. انت بتقول يا أستاذي أنا؟ انت ايه؟ ما تتعبش قلبي معاك أمال. يلا يلا تفضل عشان تروح وتجهز نفسك من دلوقت. يلا يلا حبيب. تصورا إيجومينس فيليساوس مش هو اللي هيدرسنا المادة دي؟ أمال مين؟ أنا عارف، تخيلوا مين. يوه ما تقول بقى على طول. حبيب حبيب، هو في استاذ هنا في المدرسه اسمه حبيب؟ ده مش استاذ، ده الطالب حبيب جرج الزماني. ايه ده؟ طالب زي زينا وهيدرس لنا؟ لكن
افتكروا ان السيد المسيح اختار ابسط الناس عشان يوصلوا تعليمه، وحاولوا تدوا فرصه لنعمه ربنا انها تستخدمني وتتكلم على لساني. النهارده هنحاول نفسر الاصحاح الاول من سفر التكوين. اتفضلوا عشان نركز. في البدء خلق الله السماوات والارض، وكانت الارض خارجه وخاليه وعلى وجه الارض. عبء ثقيل، نعم هو ذلك العبء الثقيل الذي ألقي على كاهلي وأنا في مقتبل العمر، إذ أنني أدرس إلى رعاة سيخرجون ليعلموا الشعب ويقودونه إلى بر السلامة، وأنا في ذلك الوقت زميل لبعضهم وأصغر من بعضهم سنا، فكان ذلك الشعور هو الحافز لي على أن أصل العمل ليل نهار بين جدران المكتبة البطريركية، وأحضر دروسي أحسن تحضير، وأحفظ ما يمكن حفظه، وأدون ما يمكن تدوينه، فلم أترك شاردة ولا واردة إلا أحصيتها. وبذلك وفقني الله إلى أن أحتفظ بمكاني عند الطلبة، إلى أن أنزل من قلوبهم منزلة المحبة الفائقة والاحترام العظيم. القاهرة 1897. كويس ان ريتك صاحي يا حبيبي. استاذك في الاساوس عاوزك تعدي عليه في البيت ضروري. ليه خير؟ صدقني مش عارف، بس هو ساب لك خبر مع زمالك بكده. يا ترى بكره الصبح ان شاء الله اكون عنده. بكره الصبح. مدرسه الاقباط الكبرى فيها قاعة عظيمة للدروس والمحاضرات. عارفها كويس يا أستاذي. صحيح، ده أنا نسيت إنها كانت مدرستك. طب يلا بقى شد حيلك وجهز لنا عظة من دلوقت. أنا؟ بس بس إيه يا حبيب؟ وبعدين ده مش رأيي أنا لوحدي، لا ده رأي الأساتذة بتوعك كلهم. وبعدين أنت نسيت، ما أنت خلاص بقيت مدرس قد الدنيا في المدرسة الإكليريكية. أيوة، بس كون إن أنا بدرس لطلبة شيء وإن أنا أوعز لشعب شيء تاني. ما هو الطلبة اللي أنت بتدرس لهم شعب، والناس اللي هتوعز قدامهم شعب برضه، بس مش أي شعب. خلي بالك في ناس مهمين جدا جدا جايين مخصوص عشان يحضروا الوعظة بتاعتك. يلا بقى يا حبيب، عاوزك تطور رقبتي. يا رب اسندني فأخلص. ثانيا، ما فائدتها وتأثيرها على العالم؟ ثالثا، ما هي صفات أستاذ حليم؟ في ناس عايزينك بره. ناس مين؟ واحد بيقول اسمه وعم نجيب ومباته وعياله. عم نجيب، خليه تفضل. طب اهلا. ازيك يا حبيبي يا ابني؟ ازيك يا عم نجيب، عاش من شافك. اتفضل اتفضل. كتر خيرك يا ابني. امال فين الاولاد؟ مستنيين بره. انا اسف يا حبيبي يا ابني ان انا جيت لك هنا، بس انا انكسفت اروح لك البيت واكلمك وسط الست ووالدتك واخواتك. ايه يا عم نجيب، خير في ايه؟ رفدوني يا ابني، رفدوني بعد 15 سنه خدمه. حفيت على كوب رجلي عشان الاقي شغل ما لقيتش. خبيش عليك يا ابني، بعت كل حاجة في الشقة، عفش البيت حتة ورا التانية، وآخر ما تم لما انكسر علي الإيجار صاحب البيت كرشنا، مش عارف أروح فين أنا والعيال وأمهم. فجأة لقيتك خطرت على بالي وقلت بس هو حبيب ابني، معرفش ليه. مش حاجة في الدنيا الواحد يبقى محتل، الواحد يحس انه غريب في بلده مصر.
تفهم كلامي ده دلوقتي. ما تضايقش نفسك يا عم نجيب، ما تضايقش نفسك خالص، كل حاجة هتتحل بإذن الله. تعال اتفضل معايا. اتفضل 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 يا عم نجيب. اتفضل يا أم حبيب. أم حبيب. أيوه. ازيك يا ست أم حبيب؟ أهلا وسهلا، ازيك؟ عيشت يا أخويا. تعال تعال اتفضل اقعد اقعد. اتفضل اتفضل. تعال 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 يا حبيبي تعال. بص بقى يا عم نجيب، انت ومراتك وعيالك هتناموا في الاوضه دي. ايوه يا ابني، بس ايه، هي الاوضه مش نظيفه ومترقعه ولا ايه يا ام حبيب؟ نظيفه وزي الفل طبعا يا ابني. مش قصدي يا حبيبي يا ابني. يلا يلا اتفضلوا اتفضلوا. يزيد فضلك يا ست هانم، ربنا يخليك ويعوضك خير. يلا بقى يا عم نجيب عشان الواد يرتاحوا شويه. يلا يلا اتفضلوا اتفضلوا. عم نجيب ما تقولش ولا كلمة، وانت عندك 6 سنين. ابوك دخل عليا نفس دخلة عم نجيب، لو كان لقى حد يحن عليه زي ما انت حنيت على نجيب ما كانش مات. انا مش مصدق بقى تدرس بيك شنودة من القباضي، مؤسس جريدة مصر بجلالة قدره، يحضر عزة لشاب مجهول محدش سمع عنه قبل كده. انا مش فاهم انت متحامل عليه ليه؟ انت تعرفه؟ انا معرفش غير المشاهير وعلية القوم اللي القراء يهمهم معرفتهم، مش النكرات. انا دايما بحب اشجع الشباب الناجح، تفتكر زي ما شجعتك قبل كده؟ ولو طلع مش ناجح يبقى نصرف نظر على الموضوع كله. هو ده اللي هيحصل. هو ده اللي بتتمناه؟ انا الروح دي ما تعجبنيش. اتفضل يا سيدي قهوتك. مالك ساكت كده ليه؟ ها؟ يا واد مال، امسك القهوة. لا أبدا، ما فيش حاجة. مفيش حاجة؟ هو أنا مش عارفاك؟ ده أنت ابن عمري. أنت قلقان، خايف لو عظتك ما تعجبش الناس النهاردة، صح؟ هو أنت مش صليت؟ أيوه. وحضرت الموضوع اللي هتتكلم فيه؟ بكل تفاصيله. آه، يبقى ناقصك بقى تسيب ربنا يشتغل. هو يا ابني اللي هيستخدم قلبك وعقلك ولسانك علشان تقول كلام يمس قلوب الناس. ما تعتمدش على نفسك يا حبيبي، ملعون من يتكل على زرع بشر. سيب ربنا يشتغل يا ابني وما تعطلوش. طب يلا يا ما جهزي نفسك عشان تيجي معايا. معلش يا حبيبي، كان نفسي اجي معاك واشوفك وافرح بيك كده وانت بتوعظ، بس انت عارف بقى رجلي مش مخلياني اعرف اروح ولا اجي، لكن انا قلبي معاك وهفضل اصلي لك طول ما انت واقف بتوعظ. هو حبيب جرجس مستني ايه؟ هو فاكر يعني انه يقدر يلطع بهواه في انتظار طلعته البهيه؟ بسم الله والابن والروح القدس اله الواحد امين. ان ايمانكم ينادى به في كل العالم. من رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا الإصحاح الأول آية 8. ربما تسألونني ما هو موضوع خطابك اليوم؟ أجيبكم بلهجة الفرح والسرور أن موضوع خطابي هو دينكم الذي أنتم تدينون به، أعني الديانة المسيحية. ويمكن حد يسألني يقول لي ايه فايدة ان انت هتكلمنا في موضوع الديانة المسيحية؟ ما احنا كلنا مسيحيين. ايوه فعلا احنا كلنا مسيحيين، لكن الانجيل بيأمرنا ان نكون مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألنا عن سبب الرجاء الذي فينا. فكم واحد مننا يقدر يجاوب اللي يسأله في موضوع دينه؟ لماذا هو مسيحي؟ لماذا أنت مسيحي؟ أنا متأكد إن كتير مننا ما عندهمش إجابة على السؤال ده، غير إحنا اتولدنا من آباء مسيحيين عشان كده بقينا مسيحيين. طيب
كيف والحال هكذا؟ نستطيع أن نجاوب من يسألنا إن كنا لا نعرف أساس إيماننا الوطيد المبني على الصخرة الحقيقية، أي ربنا يسوع المسيح له كل المجد. عشان كده أنا قسمت موضوع الديانة المسيحية إلى ثلاثة أقسام. أولاً، كيف قامت؟ ثانياً، ما فائدتها وتأثيرها على العالم؟ ثالثاً، ما هي صفات المسيحيين الحقيقيين؟ أولاً، كيف قامت؟ لا نستطيع أن نعرف كيف قامت إلا إذا عرفنا بناؤها. وتتذكرون أن السيد المسيح له المجد عندما بدأ عمله العظيم على الأرض بعد مضي 30 عام من عمره، انتخب له تلاميذا ورسلا، اختار له تلاميذ ورسل عشان يوصلوا تعاليمه لكل العالم إلى جميع الأمم، لأنه كيف يؤمنون بمن لا يسمعون به؟ كيف يسمعون بدون كاروز؟ فهل يا ترى عواصف الاضطهادات وذوابع المحن وشكوك الهرطقات استطاعت أن تطفئ نيران الديانة المسيحية المتأججة التي أشعلها الرسل؟ كلا، بل على العكس، كل هذه الاضطهادات جعلت المسيحية تنتشر أكثر فأكثر، حتى ضرب المثل أن دماء الشهداء زرع الكنيسة. لقد كانت هذه الدماء بذارا خصبة عجيبة أنبتت الحبة منها مئات والمئات ألوف في نفس الوقت الذي كان فيه القياصرة يحصدون أعناق المسيحيين. ربنا يزيدك من نعمته وعلمه يا حبيب الكل. أنا شايف يا عم نجيب إن حبك للأستاذ حبيب ملوش حدود. هو اللي حبه ملوش حدود، خدنا أنا ومراتي وولادي عشان نعيش معاه زي عيلته بالظبط، خيره مغرقنا من راسنا لرجلينا. تصور قعدته معانا الحلوة وهو بيقرانا الإنجيل وبيشرحه لعيالنا، وعدهم إن هو يصرف عليهم لحد ما يتخرجوا من الجامعة. أيوة، الجامعة اللي بيخشها أولاد الأكابر والبشوات هيخشوها أولادي، أولادي الغلابة على حسب حبيب كيركس. الوضيع كالرفيع، الكل ربطت الكل برباط واحد وهو رباط المحبة والوداد، وجعلت السلام سائدا بينهم. ثالثا، ما هي صفات المسيحيين الحقيقيين؟ شكرا. صفات المسيحيين الحقيقيين عايز أقول لكم فيها إن مش كل اللي يشيل اسم المسيح يبقى مسيحي، لأن الإيمان بدون أعمال ميت. ولهذا يقول القديس يوحنا ذهبي الفم: كما أن الذين يبذرون زرعهم لا يستفيدون منه بشيء إذا بذر على قارعة الطريق، هكذا نحن لا نستفيد شيئا إذا لقبنا بمسيحيين ونحن لا نفعل أفعالا تتوافق وتتناسب مع تسميتنا بهذا الاسم مسيحي. طبعا الوعظة ما عجبتش معاليك، نمشي بقى. كفاية غيرة بقى، كفاية. الله، أمال معاليك سبت الوعظة ليه؟ عشان ما شوشرش على سلاسل الذهب اللي بيقولها الشاب العبقري اللي جوه. للدرجة دي؟ ما تضيعش وقت، أنا عايزك تجري على الجريدة تخليهم يحجزوا صفحة، لا صفحة ونص من العدد اللي جاي عشان أنشر العظة. يلا. أربعة شروط أو بالحري أربعة أحكام يتبين منها المسيح واحد، أن يكون متشبهاً. اثنين، يجب أن يكون المسيحيون قديسين وطاهرين. ثلاثة، يجب أن يكون المسيحيون مضيئين في العالم. أربعة، يجب أن يسلك المسيحي
حسب تعاليم المسيح. هذه هي الديانة المسيحية وتلك فوائدها وصفات رجالها. وهنا يتحتم السؤال، هل نحن مسيحيون؟ هل نحن مسيحيون؟ هنا يتلعثم اللسان وترتعش الأبدان، وأنا نقوى على النطق بالإجابة لأننا نرى صفاتنا مخالفة كل الاختلاف مع تعاليم الديانة المسيحية. فلنتمثل بالله كأولاد أحباء ونقتفي آثار الديانة المسيحية ونتبع أوامرها ونطلب من الله أن يجعلنا مسيحيين حقيقيين قويم الرأي أرثوذكسيين. له المجد في كنيسته إلى أبد الآبدين، آمين. أستاذ حبيب شكرا. أحسنت أحسنت يا أبو أحسنت. النهاردة في اليوم المبارك ده اتولد للكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية شاب رائد صغير السن كبير المعرفة، ولذلك أستأذنه أن أخذ العظة العظيمة دي عشان أنشرها في جريدتكم جريدة نصر لتعم الفايدة علينا جميعا وتكون سجل للأجيال القادمة. كما يسعدني ويشرفني أن أدعو الأستاذ حبيب جرجس ليكون أحد كتاب جريدة مصر، والمستقبل سوف يثبت بإذن الله أن قلمه سوف يكون راية من رياض كنيستنا العظيم. أنا سمعت عن حاجة في الكنيسة اسمها درجات الجهنوت، يعني إيه يا عم حبيب؟ فاكر القصيدة اللي أنا كتبتها وقرناها سوا الأسبوع اللي فات؟ أيوة طبعا وحفظتها كمان. طيب فاكر الجزء اللي كنا بنقول فيه خدام ربنا العلي بالكهنوتي شرفه درجاته الشماس والقصيص ثم الأسقف؟ هايل هايل، بتحفظ شعر بتحفظ شعر، برافو عليك. أهي دي بقى يا سيدي درجات الكهنوت، ربنا يباركك وتحافظ عليك الست العطرة. أنا عارف قد إيه أنت بتحب الأطفال وحنين عليهم، ما تعملها بقى يا أخي. أعمل إيه؟ تتجوز تتجوز وتفرحنا، ولا أنت ناوي تترهبن؟ طب يا حبيبي خش يلا صلي ونام، يلا يلا. شوف يا كامل، كل إنسان في الحياة دي له هدف، وأنا اخترته خلاص، هو خدمة شعب المسيح والحفاظ على كنيسته. عشان كده أنا هكرس حياتي كلها للهدف ده. أنا ما كنتش أتخيل يا حبيب أفندي أن ربنا مديلك الموهبة الكبيرة دي في الوعظ. الناس اللي حضروا وعظتك في مدرسة الآباط لما روحوا قعدوا يفكروا في الكلام اللي انت قلته، وانا كنت واحد منهم. العفو يا يوسف بيه، ده انت استاذنا. مش عيب ان الاستاذ يعتبر بكفاءة تلميذه. الوعظ مش هو اللي يقول كلام حلو، الوعظ الحقيقي هو اللي يقول كلام يلمس القلب ويزرع في العقل افكار جديدة تغير حياة الانسان. كتير قوي الكلام ده يا يوسف بيه. عشان اثبت لك ان مش كتير عليك، انا طلبت من اللجنة الملية تعيينك مدرس للدين هنا في المدرسة الإكليكية، واللجنة وافقت بالإجماع وعلى رأسهم قداسة البابا. أنا هتعين مدرس وأنا لسه طالب؟ أنا مش عارف أقول لسيادتك إيه. ما تقولش حاجة وخد دي كمان. إيه دي؟ دي دعوة بحضور حفلة هتقيمها جمعية النشأة القبطية في كنيسة حارة السقايين، فشوف قداستك هتبعت مين نيابة عنك. واعظ حبيب كيرجس؟ مش حبيب كيرجس ده اللي واعظ قبل كده في المدرسة الإقليمية؟ أيوة هو يا سيدي. أنا سمعت عنه كلام كتير قوي،
طيب سيب لي الدعوة دي، أنا هروح بنفسي إن شاء الرب وعشنا. قدست البابا كيرلس الخامس بنفسه هيحضر وعظة لشاب مجهول. الكنيسة دلوقتي محتاجة الناس كتير زي ده يا بونا، بس يا رب ما يخيبش ظني. لهذا يقول الرب يسوع: وصية جديدة أنا أعطيكم، أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا، تحبون أنتم أيضا بعضكم بعضا. بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضا لبعض. إذا التفتنا إلى هذه الوصية وجدنا أن كلمة المحبة قد وردت أكثر من مرة: تحبوا، أحببتكم، تحبون، حب. وهذا دليلا على أهمية المحبة، أهميتها الكبرى، ولا سيما أن المخلص له كل المجد قد نطق بهذه الوصية في أيامه الأخيرة كوديعة مقدسة يسلمها لتلاميذه، ويعلن للعالم كله أنه يؤسس ديانته عليها، أي على المحبة. ونلاحظ أن السيد المسيح يقول: وصية جديدة أنا أعطيكم، أن تحبوا بعضكم بعضا. وصية جديدة، كيف يدعوها جديدة وهي قديمة وطبيعية وموجودة في كل الخليقة؟ ولكن السيد المسيح يريد منا أن تكون محبتنا أرقى وأسمى وأرفع، محبة فوق كل الطبيعة البشرية، فوق كل محبة البشر، محبة جديدة من قلوب جديدة مليئة بالروح القدس في أحشاء يسوع المسيح له كل المجد. وأقول لكم إن الذي لا يحب هذه المحبة المسيحية فهو فقير وتعيس وشقي، بل أقول عنه أنه عدو لله، لأن الله محبة. الله محبة، ولإلهنا يسوع المسيح كل المجد من الآن وإلى الأبد، أمين. وعظتك في حارة السقايين كانت عظيمة قوي يا حبيب، ربنا يحفظك ويبارك خطاك ويسندك. ده كله بركة صلواتك يا سيدنا. صلوات العذراء والقديسين يا ابني، انت لازم تصلي باستمرار وفي كل وقت عشان ربنا يبعد عنك حروب الشياطين. الكنيسة محتاجة لك يا حبيب، ودي مسؤولية مقدسة. سيدنا دي نعمة كبيرة قوي أنا مستحقهاش. أنا بقول لك الكنيسة محتاجة لك عشان عرفت عنك إن المديح ما بيغرقش وما بيفرقش معاك. لازم تعرف إن أنا هعتمد عليك في حاجات كتير بعد كده. أولها يا حبيب إنك هتكون بنعمة ربنا واعظ الكاتدرائية الكبرى. اسندني يا رب فأخلص. لا تكتفي بأن تطير شوقا إلى الفضيلة وترفرف حول أنهار النعمة، بل ينبغي أن تنزل إليها وتغوص فيها. عم نجيب، عم نجيب. صباح الخير يا حبيب أفندي. صباح الفل يا عم نجيب. القهوة اللي بتحبها. شكرا. قول له صحيح يا عم نجيب، انت رحت للست خريصة جوهرة؟ من النجمة كنت عندها. وساكت؟ قالت لك ايه؟ قالت للبيه يتفضل ويبارك البيت، بس دي ست عجوزة خالص. بيني وبينك انا مانيش عارف كل اللي عندها ده هتسيبه لمين. ما ينفعش نقول كده يا عم نجيب، احنا هنتدخل في شغل ربنا ولا ايه؟ متأسف، متأسف يا حبيب افندي، اصل ملهاش حد يورثها. اللي ملوش حد يا عم نجيب له ربنا، واظن ان ربنا بقى اهم من الكل، ولا ايه؟ طبعا طبعا. يا ست عذراء اسبقيني. ربنا يزيدك يا ابني من نعمته وبركته، كل كلمه بتقولها بتنور قلبنا. خطوه عزيزه يا حبيب بيه. ربنا يعز مقدارك يا خريستة هانم. على العموم انا مش هطول على حضرتك وهخش في الموضوع على طول. ده كفايه البركه اللي حلت على البيت لما حضرتك شرفتنا. ربنا يخليك، ربنا يخليك يا هانم.
الحقيقة يا هانم احنا بنلم تبرعات عشان نشتري دار للمدرسة الإكليريكية بمهمشة ومدرسة الصناعات في بولاء، والحقيقة ان المشروع ده هيكلف مبلغ كبير قوي، يعني تحديدا 22,800 جنيه، بس احنا املنا في ربنا كبير ان احنا نسدد المبلغ ده في الميعاد المحدد. هي المدرسة الإكليريكية ومدرسة الصناعات يكلفوا المبالغ دي كلها؟ أنا خايفة يكونوا المقاولين بيضحكوا عليكوا يا حبيب بيك. أتخافيش يا هانم، على العموم فضل. شكرا. على العموم يا هانم المدرسين دولة ضمن مشروع كبير قوي بيشمل 365 فدان للباتريركية. كل ده للفقراء؟ يا هانم احنا عايزين الفقراء والمحتاجين والعطلين يتحولوا لطاقات انتاجية مثمرة، وهو ريع الأطيان ديت هيساعدنا في تنفيذ كل المشاريع اللي بنحلم بيها. بس انا اتعودت ان ادي العشور للفقراء. طب ليه نخلي الفقراء يفضلوا فقراء على طول؟ ليه ما نعلمهمش صنعة عشان يكسبوا فلوس ويعيشوا مستورين؟ وزي ما المثل بيقول بدل ما تأكلني سمكة علمني ازاي اصطاد. بس انا ما عنديش فلوس، انا كل اللي حيلتي الفدادين اللي ورثتهم عن ابويا وعن جدي. ما هي الفدادين دي في النهاية فلوس برضو، لكن في فرق كبير من اللي يحط فلوسه في بنك السماء واللي يحط فلوسه في بنك الارض. هو في بنك في السماء ولا السماء فيها فلوس اصلا يا حبيب بيك؟ امال يا خريستة هاني، انت ست قارية الانجيل وحافظاه كمان، والسيد المسيح قال في العظة على الجبل لا تكنزوا لكم كنوزا على الارض حيث يفسد السوس والصدأ وحيث ينقب السارقون ويسرقون، ولكن اكنزوا لكم كنوزا في السماء حيث لا يفسد سوس ولا صدأ وحيث لا ينقب سارقون ويسرقون، لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. خلاص أنا طلع من ذمتي ست فدادين موقف للمدرسة الإكليريكية، أنا عارفة إنها بتهمك قوي. آه بس كده الجمعية الخيرية الكبرى هتغير من المدرسة الإكليريكية، والاتنين إخواتي يا خريستة هانم وحضرتك ما يرضكيش بقى ان الاخوات يغيروا من بعض والغيره مش كويسه. هو انا مش عارفه طريقه حضرتك في الكلام ده، انا مره حضرت لك وعظه من كام شهر لحد دلوقتي مش قادره انساها. يا خريستة هانم ده مش كلام، انا الملك بيسخر عبيده عشان يوصلوا كلمته. خلاص يا سيدي، وخصصت كمان 3 فدادين وقف علشان الجمعيه الخيريه الكبرى عشان ما تغيرش من اختها. ربنا يباركك. بس انا دلوقتي ما عنديش حد يعملي الاجراءات القانونيه. ولا يهمك يا هانم، بكره الصبح ان شاء الله اعدي عليك بالحنطور الساعه 9 بالظبط، اخد حضرتك ونروح نتمم كل الاجراءات. ربنا يعوضك يا فندم. ربنا يعوضك، انا متشكر قوي. هستاذنك. أنا عارف طموحك يا حبيب من نهار ما تم نقلك لمدرسة الأباط الكبرى لالتحاقك بمدرسة الإكليريكية، لكن المرة دي بقى أنا مش موافقك. إحنا طول عمرنا ماشيين جنب الحيط عشان ربنا يسترها معانا. بصراحة عايز أقول لك ابعد عن السياسة. مع احترامي لخوفك وقلقك يا يوسف بيه، إنما إحنا في النهاية مصريين أبا عن جد، ده حتى اسمنا أباط يعني مصريين. لكن زيارتك لأحمد باشا المنياوي في القرشية هتعود علينا بإيه؟ أولاً أنا مجرد أستاذ في المدرسة الإكليريكية، يعني ماليش أي صفة سياسية أو حتى رسمية. لكن لك صفة شخصية كبيرة، إخواتنا المسلمين بيحبوك زي الأباط بالظبط. شوف يا يوسف بيه، لو الصفة دي الحقيقية فعلاً زي ما سعادتك بتقول يبقى لازم أروح له لأكتر من سبب. قولي على واحد ولا اتنين منهم.
أبسط حاجة إن أحمد باشا المنياوي من أتباع عرابي واتسجن عشان مصر كلها، يبقى لازم أروح وهنيه؟ مش ده واجب برضو؟ وهو أنا هغلبك، روح ربنا معاك وسلملي عليه، بلاش كلام في السياسة. لكن هل كانوا قاسين مع معاليك؟ الإنجليز دول يا أخي ليهم العجب، مش هتصدقني لما أقول لك إنهم كانوا في السجن هناك بيعاملونا بكل أدب واحترام. عارف مأمور السجن الإنجليزي لما كان بيتكلم معايا كان دايما من وقت للتاني يقول لي يا أحمد باشا أنا ما فيش بيني وبينك أي خصومة، دي مجرد صراعات أقدار، وممكن يا أحمد باشا بعد كده إنك تبقى تيجي تزورني في لندن تشرب شاي وتاكل كيك كمان. وعمل إيه لما تم الإفراج عن معاليك؟ زي ما قلت لك يا توفيق بيه هم دول الانجليز. صباح الخير يا معالي الباشا. اهلا 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 يا حبيب، يا حبيب الكل. الحمد لله على سلامتك يا احمد باشا. الله يسلمك يا حبيب، كنا بندعي لك في صلاتنا. وصلني وانا مش محتاج دليل عشان اعرف محبتكم ليا. حبيب جرجس، حبيب الكل، الخطيب المعروف. اهلا. توفيق بيه عضو مجلس شورى القوانين. نار على العالم يا معالي الباشا. اهلا وسهلا. اتفضل يا حبيب. انا بشكرك يا حبيب على زيارتك ليا النهارده، لكن عايز اسالك سؤال، يا ترى انت مش خايف يا احسن الانجليز يقولوا عليك انك من مؤيدي العربيين؟ ما هو ده اللي هم عايزينه يا باشا، سياسه فرق تسد. بس انا عايز اقول لهم بقى بالزياره دي ان عرابي قام بالثوره عشان كل المصريين، مسيحيين ومسلمين، زي ما كان بيقول ابويا الله يرحمه. ها ما قلتليش بقى يا حبيب الكل تشرب ايه؟ لا متشكر يا معالي الباشا، انا جيت بس عشان اهني سعادتك وعقبال ما نهني بعضنا ان شاء الله بالاستقلال التام. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا راجل؟ بقى تقطع المسافه دي كلها علشان تيجي تقعد معايا خمس دقايق؟ معلش يا معالي الباشا، جايات اكتر من رايحات ان شاء الله. طب اقعد خمس دقايق تانيين يا سيدي، الدنيا مطرتش. اتفضل يا حبيب الكل، دول 250 جنيه بقدمهم تبرع بسيط لمشروعات الخير بتاعتك، تروح بنفسك وتصرفه من بنك الانجلو. ربنا يخليك لمصر يا معالي الباشا. استأذن انا بقى. تصحبك السلامة يا حبيب الكل. على اذنكم. مع الف سلامة. اتفضل يا سيدنا. شكرا يا ابني، ربنا يعوضك. جهز نفسك يا حبيب عشان شهر يناير اللي جاي هتكون مشغول معايا قوي. انا بقول لك من دلوقتي علشان ترتب ظروفك. اللي تشوفه يا سيدنا. يعني ما سالتنيش هتكون مشغول معايا في ايه؟ واسال ليه يا سيدنا؟ هو نملك حاجه فيا؟ كل ما عندنا وفينا ولدينا انما هو من الله، فمن العدل ان نحيا لمجده. كلامك حلو قوي يا حبيب، ربنا يباركك يا ابني ويسندك. على العموم انت هتكون معايا بنعمة ربنا في رحلة طويلة قوي للوجه القبلي، هنزور عواصم المدريات وبعض المدن، نتفقد فيها الكنايس وأحوال الأقباط هناك، ونفضل كده لغاية أسوان، ونطلع من أسوان على السودان عشان نحط حجر الأساس إنشاء الرب وعشنا لكنيسة ماري مرقص بالخرطوم. ما تتصورش قداستك فرحتني قد إيه؟ ربنا يبارك تعبك يا